السلام عليكم. وسهلا. صباح كلشي بخير. بخير. واجد واجد. يلا السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج المغامره والمتعه في الموسم ديالو الرابع جزيره الكنز. جزيره الكنز برنامج المغامره التشويق الاثاره والتحديات كاع داكشي اللي كيعجبكم غتلقاوه في هذه الحلقه هذه اللي متميزه ومليئه بالمفاجآت. في حال كل حلقه خمسه ديال المشاركين غادي يكون مطلوب منهم باش يجمعوا على الاقل خمسه ديال السوارت واكبر قدر مالي اللي غادي يهديوه للجمعيه من الجمعيات الوطنيه. طبعا الهدف ديال البرنامج هدف نبيل، واليوم هشام غادي يستقبلوا واحد الفريق اللي خطير بزاف. حالا نستقبلوا فريق حلقه اليوم. فريق خطير كتزعمو الممثله وملكه جمال سابقا فاتي جمالي، غيكون معها الممثل المتألق عادل أبا تراب، الخبير في التغذية والمسؤول على وجبات المنتخب الوطني نبيل العياشي، بالإضافة لنادية وبدر. خمسة ديال الأبطال جمعهم غاية واحدة، الوصول للكنز وجمع أكبر مبلغ مالي لصالح جمعية حضانة طنجة، الجمعية الوحيدة في المدينة اللي كتعتني بالردع المتخلى عنهم وكتلقى لهم أسر باش تبناهم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالفريق ديال حلقه اليوم. عادل ابا تراب، فاتي جمالي، نبيل العياشي، ناديه ومحمد، مرحبا بكم، تبارك الله عليكم وفرحانين بزاف لانكم حاضرين معنا في هذه الحلقه هذه. الله فرحانين ونتمنى انكم تمشيو فرحانين، لان داكشي اللي تابعكم ما نعاودش لكم. يعني اليوم كاين تحديات في شكل عادل ابا تراب. عرفتي التراب اليوم غتشم التراب. اجي شويه هكا عادل. فاتي جمالي اليوم غيمشي الجمال. نبيل العياشي صافي كما اللي تعطي النصائح للناس كيفاش ياكلوا مزيان، كيفاش يضعفوا، كيفاش هذا اليوم غضعف بلا نصيحه. ناديه ايوب تبارك الله عليكم، مرحبا بكم. اليوم غنحيحوا، بغيت نعرف دابا الشعار ديالكم شنو هو. هاتيكا 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 هذا نبيل هاتيكا هاتيكا هذا بدر هاتيكا هذه ناديه هاتيكا هذا عادل هاتيكا تبارك الله عليك. الله الله نسيتوا هذا التسويق. هاتيكا 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 هذا التسويق تسويق. برافو عليكم، تبارك الله عليكم. شوف هذه الانرجي كلها حافظوا عليها لانكم محتاجينها في كل لحظه خلال هذه الحلقه هذه. غادي يكونوا عندكم مجموعه من التحديات خصكم تنجحوا فيهم الا بغيتوا اولا تحلوا ساحه الكنز. حنا في هذه الحلقه غادي تعرفوا اكثر على هذه التفاصيل كلها. دابا اكيد انكم ما جيتوش باش تساراو وما جيتوش باش تشوفوا الجزيره هكاك، جيتوا من اجل هدف نبيل اللي هو الجمعيه اللي لاعبين نتوما من اجلها اللي هي جمعيه لاكريش دو طونجي. لاكريش دو طونجي على الاطفال اللي كيتزادوا متخلى عنهم الحضانه ديال طنجه. من ردان نتمنوا ان نكونوا احسن الدخول ديالهم ونجيبوا لهم اكبر الماكسيموم ديال الفلوس ان شاء الله. بنت لي ليكيب واجده واجدين دونك ما بقى لنا الا نعطيو التوب ديبار ابتداء من الان. نتوما في سباق ضد الزمان. فيليندرا توب كرونو تسويت. يلا غادي نمشيو لاول تحدي. تبعوا تبعوا هذاك تبعوا هذاك تسويت. يلا 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 ابتداء من الان المشاركين عندهم 40 دقيقه لرفع التحديات وجمع المفاتيح للوصول لقاعه الكنز والحصول على المبلغ المخصص للجمعيه. لازم عليهم يجمعوا خمسات المفاتيح على الاقل لفتح الباب ديال الكنز. اهلا وسهلا، مرحبا. فرحان. يلا الفريق كامل كيوصل الان الاول تحدي اللي هو كيف ما كتلاحظوا المعمل والوزين ديال القهوه. تحدي داز في جزيره الكنز ولكن غتعرفوا الان على شكون هو اللي غادي يشارك في هذا التحدي هذا، شكون اللي غنفتتحوا به هذه الحلقه هذه. انا نورمالمون كنشرب القهوه ديالي دابا. ها هي جات ولكن شتها خاويه. جيب لي قهوه خاويه. شكون هذا مول القهوه ديالي؟ دونك اللي غادي يشارك هو اللي غيصايب لي قهوه لداخل. صافي عطيني نشوف شكون اللي غيشارك. يلا هاك شفت عندك. قضية بلاتي نعاود نتأكد بلاتي. والله إلا هو. والله إلا هو. عادل أبا تراب أهلا وسهلا. تفضل عندي. عادل أبا تراب. عادل بون كوراج. الدراري الله يسهل.
الا درتي راه تجي ربحها غتجي على التراب ديالك عليك بالله والله عادي الابا تراب سؤال واحد واش فايت لك صيبتي قهوه واش تعرف تصيبها واش ما كنشربها برا ما كنصاوبهاش هو اليوم غتصاوب ليها انت هيا لا طاس خاوي انا غنتسناك صيب لي الله يرحمك وشوف سكره وحده سكره وحده صافي يجب على المتسابق جمع حبوب القهوه وافراغها في الاله المخصصه لذلك عندما ملء الخزان عن اخره يجب الضغط على الزر الاحمر لتحضير القهوه وتحرير المفتاح عادي الابا تراب عادي الابا تراب في اول تحدي وزين ديال القهوه غادي نشوفوا واش غينجح فيه ولا لا بعد الفاصل مشاهدينا احنا امام اول تحدي وعادي الابا تراب هو اللي غادي يقوم به 3 2 1 ستوب سبايدر مان تولي البولا خضراء عادل عاد ورك ما توركش دابا اوكي ثانك يو تولي خضراء حتى تولي خضراء مازال مازال عادل عادل مازال عادل السخف ادي ليا زيد عادل حتى تولي البولا خضراء بازي 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 قربتي بازي قربتي بازي تولي البولا خضراء زيد واحدة أخرى الوقت بزاف نتمنى أنه يجيب دابا 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 آخر محاولة آخر محاولة آخر محاولة خرج برافو 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 عليك برافو عليك قول لي يا أخوي واش عمرك شربتي شي قهوة وضربت عليها التمارة ويلك حال هذا وقف وقف تبارك الله عليك عادل قول لي الاحساس ديالك اخويا هيا والله تبارك الله عليك هادشي كامل وقالك لا حول ولا قوه تفيقها زال عادل ابا تراب عادل درتي مجهود كبير وشتك مشيتي وجيتي ولكن فراسك كانت بقات لك الي غوتور واحد وديها مالوغوزمون هذا هو قانون اللعبه ولكن ان شاء الله التحدي الجاي غنجيبو الساروت الاول يلا تيتويت تبعوني يلا أمدرا كده أول تحدي التحدي الأول مداش هو علاش ما داش؟ ما داش لان هادي ابو التراب ما مولفش كيصوب قهوه بحال هكا ويضرب عليها التماره كامله كيخلص 20 درهم كاع ماكسيموم يعطي بوربور 7 درهم ولا هاد التبهديله عادل تبارك الله عليك الله يحفظك عرفتي كنتي قريب كون زدتي غير شويه كنتي غادير قهوه مزيان سول سول الاحساس ديالو سول شوف عادل انا غنخليك ترتاح شي شويه لانه حنا قدام التحدي الثاني في هذه الحلقه هذه والتحدي هذا اللي هو كان قبيله وزين ديال القهوه دابا وزين ديال الكيتشاب قهوه ما جابش الله فيها التيسير غنشوفوا الكيتشاب وفاتي جمالي اشنو غدير فيه فاتي جمالي الكيتشاب عرفتي انا شوف انا اكيد ان شحال هذه فاتي انسان انا تفضلي معايا تهيت نشوفك تتغمسي في الكيتشاب ناري حرام عليك شوف ديري في بالك حاجه واحده الجمعيه اللي لاعبين عليها وغادي تنجحي في التحدي هذا صافي
احنا الان في مصنع الكيتشوب. يبدا المتسابق بالضغط على الزر لفتح صندوق الطماطم. عليه من بعد تخطي سهريج الكيتشوب لوضع اكبر عدد من الطماطم في الاله وتحرير المفتاح. يلا 3 2 1 طب هذا الميكسر. ها يلا هذا طلع بالك ماذا كان جلف صباعي؟ ورجع لظهرك، ظهرك؟ او ماي جاد اشنو كان دير؟ سير معايا سير معايا الواحد ثلاثة شي اخرى شي اخرى جلسي من شي اخرى غطيه من هنا اشكي على ظهرك على ظهرك رجليك قطعت او ماي جاد ما يمكنش غادي نطيح لا ما غطيحي ما يمكنش فوالا حاولي تزربي ها تزربي راه الوقت كيضيع كيضيع الوقت كيضيع او ماي جاد واش زعوني زعوني ماشي يا ريت يا فاتي يا ريت يا فاتي يا ريت كنزلق الوقت مش بزاف ولكن نتمنى ان فاتي تجيب باقي لك وحده وحده صبري فاتي زربي زربي زرب 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 بيت 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 Oh my god! نخرج! خذي 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 خذي! خذي سالو! سالو 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 برافو فاتي دوري بحال هكا يشوفك الكاميرا تشوف الكاميرا هاك برافو عليك هاتيكا 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 دابا قول لي يا فاتي كي جاك التحدي هذا صاحب ديجا هذا كيزلق دونك كان صعيب عليا باش مي كنكون غادا مازال الغوتور على على ظهري كان شويه فاسيل راك سبورتيف مع راسك مي سخفتي سخفتي فاتي يلا التصفيقات انا فاتي انت غنخليوك تبدلي حوايجك وتحققي لنا التحدي الاخر تيت سويت هيا بينا اهلا امدرا اشنو دارت فاتي جمالي جابت سالوت برافو جاجو برافو عليكم يلا دونك حيدتوا العكس وبديتوا بالسالوت الاول مازال قدامكم بزاف ديال المغامرات والتحديات فين تجمعوا صوارت وحدين اخرين خاصكم على الاقل 5 ديال الصوارت الا بغيتوا تحلوا ساحه الكنز بلا مشاكل فاهمين كيبان لكم نبيل العياشي نبيل صافا لاباس عليك نبيل العياشي هو اللي غيشارك في هذا التحدي هذا ياك غادي نمشي باش نعطيه كيفاش خصو يشارك وابقي غنعطيو الانطلاقه ديال هذا التحدي هذا ولكن نتوما خصكم تشجعوه اولي نبيل نبيل ما تخاف ما تدارش يا نبيل سي نبيل اهلا وسهلا صافا شفت الحاله درتي فيها شوف الا بغيتك تعطيني شي نصيحه باش نكون كنركز في الارقام شنو هما الماكلات اللي فيهم فيتامينات اللي تيخليوك تركز بقى تيبان لها ماكله الزبيب تيقولوا لي الزبيب مزيان الزبيب واللوز الزبيب واللوز برافو عليك نبيل العياشي
قدامك هذا التحدي هذا ديال غاغارين، كتعرف غاغارين يوري غاغارين رائد الفضاء المعروف، غادي يكون مطلوب منك باش تجمع واحد لاديسيون هنا وتركب النتيجه هنايا. فاش غادي يبان لك الكود خصك تقولوا لصحابك باش يحلوا وياخذوا الرمز. داك متفقين ان شاء الله؟ يلا نبداو انطلاقه. ديما انا يلا غادي نعطيك الله معاك، غادي نعطيك الطوب من برا. ميرسي. يلا هنا بين العياشي واجد، ثلاثة جوج واحد توب. اسمعني وي. يلا نبيل العياشي. نبيل نشوفوا دابا واش غتجيبها لاصقه ولا لا. علي نبيل. نبيل اش بالك نبيل يجيبها ولا ما يجيبهاش؟ يجيبها ولا ما يجيبهاش؟ يجيبها ولا ما يجيبهاش؟ علي نبيل علي علي نبيل علي علي نبيل علي علينا بلا ريش. انا غير عطينا، خصنا نكون خطره مع لانه غير عطينا. نبيل شحال باقي؟ ما عرفتش نبيل باش كتحس دوخه. كونسونت على شي صافي. انا الاول تحسب نقولوا لك بطيء. سعود واحد ثلاثة ولا عارف بوسيبل. او لا 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 الحمد لله. شوف شوف سوزمو اختاروا لي بالعياش يعطيوها لي، كون عطاو لي انا بلا ما ندوخ ما نكتبهاش. لا لا الى الى فات الوقت تفرقع عليك. تيبان لنا بالعياشي راه دخلينا لو برومي كود. وي دخل الكود ديالك نبيل، دخل الكود ديالك نبيل، دخل الكود ديالك. وي عرفت شكون جو بي فيغ. وي قولوا لينا قولوا لينا. لا 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 باش تدخل الكود غير عطينا شحال المجموع ديال الكود شحال؟ نو مي خصنا ندخلو. واش كاين نبيل؟ نبيل قول لينا غير شنو هو؟ عافاك نبيل زرع دهب عارف باش يقدم ولا يوخر. قول لنا شحال؟ انا لقيت 6000 431. مالها؟ هي اللي خصني ندخلها هنا، ملي تندخلها ما تتعطينيش. كنعتقد واقيلا ماشي لو بون كود. معليش معليش هادشي كيوقع. جا الوقت وتفرقعت. عشور دائما انا كنفرق. انا عجبني القفزه اللي درتي دابا. دونك نبيل صافا؟ وي تخي بيان برافو عليك. تبارك الله عليك درتي مجهود ولكن صعيبه ياك؟ بزاف. اش تيكون زادوك دقيقه واحده كون وليتي رايب. تبارك الله على نبيل. الله يبارك فيك خويا نبيل. وي خويا حنا راه عندنا غير زاروت. واخا حبيبي خصنا نزيرو شويه ان شاء الله. ثانك يو سو ماتش. تيت سويت اونيفا. الي أندرا. شكون اللي قال لك دي هذاك السيد تما؟ اختيار اللي اختاريته شخصيا بوحدي لانه قلت نبيل العياشي زعما عنده مع الحساب وعنده مع النصائح وعنده مع داك الشيء. دونك باغي فينا الخدمه؟ لا قلت غادي يربح انا. علاش؟ صايكك اصاحبي. هذيك مسكين السيد. فاتي جمالي كتوصل الان. برافو عليك. خلي الدوش بارد. مزيان. برافو عليك فاتي، ربحتي الساروت الاول ونبيل العياشي أندرا ما قلتوش ليا. لا ما جابش العياشي ما جابش الكود. ما جابش الساروت. دونك لحد الان عندكم ساروت واحد فقط للاسف مالوغوزمون. للاسف ولكن مازال ممكن تداركوا الموقف، مازال عندكم بزاف ديال التحديات فين ممكن تجيبوا ساروت. دابا جا الوقت اللي غادي نصيفط واحد فيكم لمول الحكمه. وصيفطنا شي واحد. يلاه قول شكون بان لك مثلا. يلاه بان ليا بان ليا بان هاد البنيت هادي. لا لا انا بان ليا هذا صراحه. هذا بان لي عنده مع الحكمه وداك الشيء ديال القوافي. عادل حكمت راسي دابا شكون؟ عادل ولا ولا انا بان لي بان لي واخا يلا مشي 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 عادل بان لي عادل انا عادل يلا غادي نصيفطوا عادل غتمشي مع السرفر عادل شوف مول الحكمه وانا غادي نمشي نوجد لكم التحديات الاخرى اللي جايه. هو جاي غندير راسي ما مسوقش. السلام عليكم. زيد مرحبا مرحبا مرحبا. ميرسي.
قاعد واه انا عندي هنايا البيت قاعد سيدي حيد رجليك من تما وقف على رجليك انا سيدي شتك ما شيت لتما لك ترى سخفنا صاحبي وسخفتي ليه وسخف هنا واش كاسه يا بدل ديال القهوه ما قدرتيش تعمرو ولا اله الا الله ويلي يا سيدي ولا اله الا الله ولا اني مني جيتي عندي تال هنا ما غاديش نخيبك ضروري لا ماشي ضروري ماشي ضروري باش نقول لان ما الا ما جاوبتيش اش غندير لك انايا مقوله صافي الله يسهل ياه واخا سيدي تبع معايا مزيان صاحبنا زربان هو والحديد عشران شابع وملف الدوران يبات مكسي ويصبح عريان يلا المعلم صاحبنا زربان هو والحديد عشران هو والحديد فيما كتسمع الحديد كيكون مرتبط به هو والحديد عشران شابع وملف الدوران غير كيدور خدمة ديالو كيدور يبات مكسي ويصبح عريان ركز ليا على الحديد كنسمعو ديما تيكون مع الحديد ديما كيكون مع الحديد اه الحديد اه كيكون مع الحديد الحديد بالثاء ماشي بالدال الحديد حديد و ومغزل واش مأكد حديد ومغزل طاعة الله وبنتي ليا سخفان وركان مالك على هاد الحالة هادي مالك على هاد الحالة حديد ومغزل عافاك حديد ومغزل حيد الحديد مغزل حديد ومغزل هاك سيدي الله يتبارك الله عليك الله يحفظك ليا في راسك اش بغيتي دابا؟ ما خمناش شي سارو هاك 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 باش طلب عاد السوف الله يحفظك كولا هي الأولى بعدا واه والله إلا كتبقاو فيا وكتقطعوا في القلب الله يحفظك والله إلا كتقطعوا في القلب الله يحفظك سي الله ينورك ها الله ينورك يلا هاك الله يخليك الفضل ديما في هذا الفنار واش غادي دير الله يحفظك خويا واش انا كيفاش كنطلع الله يعزك يخلي داك الجمر لاك شكرا الله اش غادي دير ما عندي ما ندير خصني نعاونهم شويه يلاه عندهم سويرت واحد نزيدهم سارو اخر انا راه ملي كنكون في هذا المكان هذا كتجيني شي محنه وكتجي داك الشيء علاش بدلت البلاصه باش ما نولي واحد اخر ولا اني هنا كنكون شويه هشيش والله يخليني ديما عشيش وتنتم الله يخليكم ديما هشاش إذا الآن كيلتحق بنا نبيل عياشي نبيل عياشي تبارك الله عليك برافو نبيل زعما هذيك الدورة اللي درتي عمرك درتيها بقيلها في حياتك عييت ندور ما درتش الدورة هذه دابا كنتسناو نشوفوا عادي دابا التراب كان عندهم الحكمة واش جاب الساروت ولا لا اش درتي؟ اسمحوا لي ها؟ اسمحوا لي يا ما والله حتى جبتها برافو هاتيكا هاتيكا هادي دابا التراب قدر انه يجيب لينا الساروت الثاني باب الثاني غادي ان شاء الله نمشيو لتحت الدي جي باش نربحوا الساروت الثالث يلا تبعوا تيتفي علي ضروري تضرب دير بينا الفيراج ضروري هاد الفيراج ضروري ضروري يا صاحبي أمدرا وي دابا اشنو دار عادل برافو ربحنا جوج سوال برافو عليكم يلا خليكم في هذا الحماس وفي هذا الكوراج هذا لانكم غادي مزيان حتى دابا عندكم جوج ديال السوارت يلا قبلوا عادل اباتورا علي عادل برافو عادل برافو عليك دونك فوالا تبارك الله عليك شحال عندنا دابا جوج ديال السوارت جوج ديال السوارت عادل برافو عليك نبيل كليت فوكا كارين زعما انا ما جيتش لعندك قلت لك اجي علاش جيتي زعما ضربت الدوره وجيت ضربتي الدوره واجي عندي غادي تمشي مع السرفر وباقي ما مرتاحش لا باقي ما تمشي مع السرفر باش غتوجدك لتحت ديال الاخر يلا لا سير مش بحال الاخر ما تخليش ما تخليش اجي 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 ما تخليش سير نبيل يلا علي فوالا نبيل انت باش يوجد التحدي الموالي ودابا جا الدور ديال محمد المرجاني اهلا وسهلا سي محمد المرجاني سي محمد صافا انت كنت مدريويش ولكن باين خرج منك العجب سي محمد انت قلت لنا بانك بغيتي تعيش كل شيء في جزيره الكنز كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه بغيتي تعيش الظلام الحناش تنقاز كل شيء الخلعه هذا الشيء كل شيء جمعته لك في تحدي واحد غادي تدخل من هنا كاين كل شيء كاين الحيوانات كاين الخلعه كاين الظلام كاين الدخ كاين المهم عيش عيش مع راسك والمهم هو انك تجيب ساروت صافي يلا تفضل يلا
ثلاثة راه ما غيبان لك واحد ولكن انا غنشرح. طف سير سير احنا غنقولوا للسير خاصك تمشي وترجع. سير سير ما تخافش سير شوف على كرشك على كرشك خذ على ظهرك بحال بحال مزيان سير 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 فازي فازي مزيان 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 خاصك تمشي تاخذ الساروت وترجع اوكي اوكي واي سير كمل ما غيبان لك والو سي نورمال انت اللي بغيتي الظلام كيفاش ندير لك انا كمل كمل سير فازي سير على كرشك حسن ليك غتعاونك فوالا يلا طيح انت فوالا سير دابا يلا سير 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 يلا قرب سير سير يلا عادي انت كنت دخلت لهنا لا ما ندخلش تبوش عليكم قريب صدق هاد لاغونشير كامل مزيان 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 راك غادي مزيان برافو 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 سير غير هو اللي صعيب انه خصو يمشي ويرجع من نفس البلاصه والتحدي الصعيب اللي كاين هو انه ما كيشوف حتى شي حاجه حنا كنشوفو ولكن هو ما كيشوفش شوف انت غتهبط انت غتهبط دابا انت زيد 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 دابا غتخسر كاين الحمام كاين الحمام كاين شي لعيبه ما تخافش كاين الزين والحمام كاين الزين والحمام دايرو في دارو قلب على الزاروت قلب على الزاروت ثم فضل فضل قلب على الزاروت باغتو قلب على الزاروت كنجي رجع رجع من جيتي يلا رجع من نفس البلاصه ولكن اسمح لي ولكن دابا خصك ترجع بالزربه ها رجع بالزربه ما بقاش الوقت بزاف الوقت ما بقاش بزاف دابا الوقت ما بقاش بزاف نتمنوا انه يرجع شوف هذا واحد التحدي اللي ما يديروش اي واحد اللي الناس اللي عندهم هذا المشكل ما كيقدروش يدخلوا للظلام سير اخويا سير سير فوق فازي قريب لي يلا سير حبيبي سير 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 بيت بيت بدر بيت سير بدر بدر حبيبي سير سير قرب سير قرب سير زيد زيد سير سير طوال ما بقى والو ما بقى والو ما بقى والو ما بقى والو فازي فازي سير سير فازي 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 برافو واو 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 تبارك الله عليك عندنا دابا الساروت الثالث تبارك الله عليك شوف انا غادي نشرك واحد البشره ديال الخير هو انه في جزيره الكنز من البدايه ديالها حنا الان في الموسم الرابع عمر شي واحد مربح الساروت في هذا التحدي هذا فبرافو عليك فريمون برافو فتستاهل الميداليه ديال جزيره الكنز فين الميداليه ميداليه فين هذا ما عرفوا هذا مسكين ما عرفوا هذا تي انت قول لي تدير بارك الله عليكم شوف تيتسويت ادينا التحدي الاخر ويكون ساهل الله يحفظك صافي برافو برافو تشيو يلا زيد زيد واش حال فيك لا انا عطيتك شي ريجيم ماشي وهذاك حاجه 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 او مزال يلا يلا تبغوا عندك تبغوا عندك تبغوا عندك انا جو قلت لي واش عمر عطيتك شي ريجيم ماشي وهذاك لا حول ولا قوه الا بالله نبيل تصدون هذا سي نبيل نبيل العياشي وي ثلاثه برافو برافو عليكم نبيل العياشي مثال ديال الانسان اللي خدمته باين عليه الله تبارك الله لا طاي ما كاينش حس ياك دونك تطبق داك النصائح اللي كتقول لنا ولكن اخويا راه بلي الغلط احسن واحد تبارك الله عليك على قول الشاعر الساتي زينوا لا طاي كلشي كاين بلاتي بلاتي اهلا وسهلا السرفر مرحبا واش بغيت تشارك انت لا فين غتشارك لا 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 ماشي انت هذا دخل جيب لي السيروت واش هذا انت كلشي بلاتي اه وي اه لا ماشي انت اللي غتشارك غيشارك نبيل العياشي انت غادي نعطي معاك ناديه فين هي ناديه اجي اختي ناديه واجده غتمشي مع السرفر دابا غادي توجدي التحدي الاخر يلا سير سير على الله فين يديك هذا سير نبيل عرفتي راسك فين انت دابا عش العنكبوت غادي يكون مطلوب منك باش تدخل وتجيب الساروت من تما الطريقه سهله عندك واحد الكويرات قدامك كيخصك تهزهم وتضرب واحد لاسيبل قدامك شحال ما ضربتيها مزيان بزاف ديال الكرات شحال ما الساروت غادي يبان لك ويهبط لك صافي يلا نبيل العياشي في عش العنكبوت ثلاثه جوج واحد نبيل 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 العياشي زعما اليوم غنتحدى فيك شويه راك شويه راك لصق داك الشيء
خذ الكره وضربها فحاول تفيزي داك الرسم ديال عش العنكبوت. فوالا حاول تنيش عليه. زيد شويه قدام لقديتي باش تقدر تنيش. تيري واحد جوج. نبيل يلا شير. الله سير نبيل. سير نبيل رسيد راه عندو الحلقه. سير نبيل سير. يلا فادي علي نبيل. بقى بيدك بقى بيدك يا نبيل بقى بيد. عاود جرب يا نبيل عاود جرب يلا شوف برافو عليك. بهالشي طريب يعطيتي الكرة. يلا واحد جوج. نبيل ما غيقدرش يدير ولا نقولها لكم عقل ما فين كان. لا قربت يا نبيل. دير اخر محاوله. خرج يا نبيل خرج يا نبيل. شحال الباب؟ اتونسيون عندك. دوكا انا خرجت. فوالا هذا هو المعنى الحقيقي ديال كتلصق. هذا هو المعنى الحقيقي. لا حول ولا قوه. تدير جلك هادي. فوالا لا نقول لك سي نبيل. سي نبيل انا بغيتك دير حاجه وحده. انا ماشي انا عطيتك تحدي. شو مالك والله يا ماشي انا والله ما انا. وانت عطيتيني واحد النهار واحد الريجيم بلاصه ما نضعف غلاديت وداك الشيء. كنضحك التصفيقات ديرو دابا. بالعكس التصفيقات على نبيل عياشي. كنضحك. شوف حاجه وحده انا بغيت نطلب منك طلب واحد. بغيتك تصفق على راسك. صفق على رجلين. تصفيقات على نبيل عياشي. يلا نسينا تسويت. الله يعاونك. تلقاو تثبت الحوايج في الطاقه. يلا ناديه. مالها مسكينه مالها ناديه كيف ما كتلاحظوا واش دابا اش غدير هذا التحدي هذا؟ شنو درتوا بعدا في ما دار والو بقى كيتلصق تما وبقى نبيل العياشي ما حالفوش لحد عاوتاني. اذا ناديه عندها التحدي هذا كيف ما كتلاحظوا. هنا راه مول الحكمة كان كيصبن وكيصيق داك الشيء ديالو. دونك هو هابط هذا الشيء. غير هو خلى لك واحد الساروت الفوق في الراس. حاولي انك تدخلي وتجيبيه صافي. يلا نعطيو انطلاقه. ثلاثه جوج واحد تب. يلا ناديه واحد يجي معايا يشجعوا ناديه ونعطيو النصائح من عن قرب. ناديه معولين عليك. ناديه ايكارتي يدك ورجلك في الجناب. فوالا ايكارتي في الجناب وسيري. يلا برافو مزيان. فوالا ناديه هكاك حاولي تلصقي يدك ورجلك مع الجناب. يلا تصفيقه حره عليها بكم. فازي ناديه. علي ناديه. ناديه ما بقى لك والو. فازي بقى لك والو ناديه. سير يلا يلا ناديه. شوف عمرك ما تسوقش. 43 43 إذا حصلنا على الساروت الرابع تيتسويت.
سالو الرابع برافو ناديه تصفيقه تحرى عليها عفاكم الجوع بحراره عفاكم علي ناديه ميرسي ناديه ناديه برافو عليك ناديه درتي واحد التحدي من التحديات اللي تا هما قلال فين كتربحوا جزيره الكنز اليوم كتفاجئوني كاملين انكم كتقدروا تغلبوا على تحديات صعيبه اشنو اللي جاك صعيب هنا كنزلق بزاف وشنو التكنيك اللي درتي باش مزلقتي؟ ديال الجرانه التكنيك ديال الجرانه بارك الله عليك بارك الله عليك برافو عليك ما عندي ما يتسالك يلا غادي نمشيو دابا نلتحقوا بليكيب ديالنا دابا غنمشيو نجربوا واحد الناف ان شاء الله التحدي والساروت الخامس يلا 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 برافو عليكم دونك حصلتوا على الساروت الرابع صراحه ناديه شرفتنا اختيار في محله كانت في المستوى تبارك الله عليها ناديه حصلت على الساروت الرابع بالتالي انتم قراب من انكم تحلوا ساحه الكنز يعني بلا حتى شي مساعده برافو عليكم فتعيتي شويه وعرفتي شنو غادي خصك تجمعي كاع الانفاس ديالك دابا لانه غادي نصيفطك مع السرفر والحكمه بغى يهضر معاك دونك سيري وحاولي تجيبي من عنده الساروت نرمى ما تخلعوني لا لا راه سهله يلا تصفيقه تهرى عليها عفاكم علي فاشي نبيل العياشي على السلامه خويا تبارك الله عليك دابا دابا انا قلت لك يلا معايا نوجدك لا والو والو لا ما مشيتش اخويا واش انا غادي نخليك هنا وغادي نمشي نوجد تحديات وحدين اخرين غادي نخليها ما غاديش نقول لكم يلا يلا تلاقاو من بعد سير اخويا ان شاء الله غاتجيب تحديات هذه غادي نهبطها من عندي هنا مزيره واقفه السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا مرحبا والف مرحبا اهلا الله يبارك فيك لاباس عليك كيداير الله يبارك فيك بارك الله جبتي ليا شي بركه موجد وجود الخير ان شاء الله ولكن ترزمي ليا مزيان انا محزمه ومرزمه حزمه ومرزمه وقفي ليا مزيان هذا وقفه تاع رجلين واحد الساروت ياك شحال من ساروت عندكم دابا اربعه او ماي جاد يا امي شوفي قولي عاودي لي هذه اللي قلتي دابا او ماي جاد دابا هذيك راه كتخرج بحال هكاك كتخرج بحال هكاك بوحدها ولكن خصك تكوني معايا معاك هذه بلاصه الحكمه خصك لا انا معاك ياك انا معاك تقدري تضربي لي البنديره ما كنعرفش ولكن نحاول سيري لا 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 الله يرضي عليك لا والو جيتي باش تجاوبي على السميت ودي الساروت غادي تجاوبي على الحجايه ودي الساروت تفاهمنا صافي مشات بسم الله بسم الله حاجيتك على الميم والميم ما عنده كرش وشبعان سنان غادي في الطريق ياكل وراجع ياكل تقول غير جيعان منشار منشار شنو هو؟ منشار متأكده متأكده نعود نعود عاود تاني حاجيتك على الميم والميم ما عنده كرش وشبعان سنان غادي في الطريق ياكل وراجع ياكل تقول غير جيعان شنو هو طالع واكل وغادي واكل شفتك تغير تفافيتي مالك قلت لك منشار لا ماشي منشار لا منشار هو هذاك لالا منشار تبارك الله عليك لا لا اخويا زعزعتيني لا لا شي منين جبتي هادي غير قولي ديك ما او ماي جاد هذه هذيك كتخرجها في الخلعه لا 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 دابا ربحت انا هنا ما عنديش الخلعه ياك ربي يخليك اللي قلتي لي هاد القاضي غنعطيك واحد الكريكيعه ربي يخليك نتشاركوا الطعام دابا ميرسي دابا انا ما فهمتش كنعطيكم الساروت وكنتهلا فيكم وكنشرح لكم ملي كتهودوا لتم كتخبيو الساروت بحال انا زعما راه انا ما وكندير لهم سسبنس لا ما كاينش عندي هذا اللي قلتي ما عندي ما ندير به سسبنس ما عندي ما ندير به ياك غادي تمشي تقول لهم من هنا من الدروج ها هو يلا صافي وعد يلا الله يحفظك في راسك الله يحفظك امين الله او ماي جاد بلاتني بها والله الا بلاتني بها ودابا غنشوفوا واش فاتي جمالي غتجيب الساروت الخامس ها هي جات فاتي اش درتي يا سلام فاتي 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 اذا مشاهدينا الان سمعنا على الساروت الخامس والان ما محتاجينش حتى شي ساروت اخر باش ندخلوا لساحه الكنز تيتسويت يلا مشينا يلا السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم. وعليكم السلام. مزيان قاصح هذا قاصح. صافا كي داير الامور كي داير اشنو بخير عندنا خمسه السوارت خمسه ديال السوارت برافو عليكم برافو عليكم يلا عرفتي الا ربحتوا سته ديال السوارت يعني غادي يولي عندكم افونتاج كبير في هذه المغامره هذه يا سلام بالتالي عندكم فرصه الان باش تربحوا ساروت سادس متفقين واللي غيشارك في هذا التحدي اللي تيبان ليا غادي يوقف مع صح صح زعما فاتي جمالي لا راه خاصو ثلاثه انا ونبيل وبادر هذا نحطو فوق وعيط قال عليك نعم غير ثلاثه خاصو بالله شوف عادل ثق في راسك كاين اخويا عادل ثق في راسك اخويا عادل وما يغرقش هادشي كلشي عادل ابا تراب متخدم شوف كلشي كلشي شوف كلشي الكاميرا ولا بغيت تسمع ديجا هادي ما مدوزه عليش خل جن خل جن عادل ابا تراب عادل نقدمكم بعضياتكم النيابه عادل عادل ابا تراب صح 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 عادل ابا تراب الله يسامح شوف عادل غنقدوا هذا الشيء فهنا يلا غادي يكون مطلوب منكم غادي نلعبوا جوج ديال الجوالات اللي غادي يربح فيهم جوج هو اللي غادي يربح دونك غادي يكون مطلوب من كل واحد غادي يوقف هنا وغادي تدفعوا اللي غيوصل الاول لهذا القفل هذا هو اللي يربح صافي دفع بكرش دفع بكرش ثلاثه جوج واحد يلا سطو علي عادل علي عادل علي عادل متخليش عادل متخليش عادل عادل ابا تراب زوين صح صح تتقدم متخليش ينزام عليك عادل متخليش ينزام عليك اصلا مرعب درب سلطان عادل عادل متخليش عادل ديرش الاخرى برافو صح صح كيفوز بالجولة الأولى كي كانت هذه الجولة عادل هذه الجولة الأولى باقا الثانية إن شاء الله الثانية غنجيب الربحة عادل نجيب الربحة هو حاول يقتل معك المش ولكن زير طلقوا عليها فاتي تبقى تعض فيها تقول يلا الجولة الثانية الجولة الأولى فاز بها صح صح غادي نشوفوا الجولة الثانية شكون اللي غادي يفوز بها ثلاثة جوج واحد طب وين عادل عادل يلا مازال سير عادل عادل صح صح كيفوز بهذه الجولة تا هي وبالتالي أجوا معايا أجوا معايا عادل أبا تراب صح صح فهذا التحدي هذا اللي فاز به هو صح صح برافو برافو عليك صح صح عادل ما وفقتش الحظ غادي نوصلوا التحدي ديالنا ولكن بلاتي بلاتي الغونغ وبالتالي سال الوقت دونك غادي نمشيو كاملين أمام ساحة الكنز باش غادي نشوفوا شنو غادي نديروا من بعد نمشيو أمام ساحة الكنز تبارك الله عليكم وصلنا امام ساحه الكنز هما امام ساحه الكنز لانه سلا وتحديات وغندوزو لمرحله اخرى مرحله المغامرات ولكن اللي غنبغي نقول لكم هو انه انا فرحان بزاف بهذا الانجاز اللي درتو خمسه ديال السوارت ولكن اللي عجبني هشام في هذا المتبرين بالضبط هو انهم ربحوا التحديات الصعاب وخسروا التحديات السهلين تبارك الله عليكم غادي نطلب من السيرفر باش يعطي لكل واحد الساروت ديالو ونطلب منكم باش ديروهم في الاماكن ديالهم لانهم من خلال هاد السوارت غادي تحلوا ساحه الكنز تفضلوا غير حطوهم ناديه برافو عليكم فاتي نبيل محمد وعادل كلهم ساروتو دابا ياك برافو عليكم يلا كيف ما كتعرفوا الان سالينا رحله البحث على السوارت غادي نطلب منكم انتم غتحلوا ساحه الكنز وغادي توقفوا امام الكنز ولكن غيخصكم الرموز باش تعرفوا على الكلمه السر وهي المرحله اللي غندوزوا ليها دابا وغنمشيو نقلبوا على ثلاثه الرموز الا قدرتوا انكم تجيبوهم غادي نصيفط نبيل العياشي مع السرفر هذه المره غنتهلا فيه ضروري تربح نبيل غادي تمشي مع السرفر عند مول الحكمه
وحنا غنمشيو كاملين باش نشوفوا المغامرات الاخرى. يلا قول لنا نبيل. قول لنا نبيل. في هذه المرحله المشاركين كيبحثوا على الرموز عوض المفاتيح. في ثلاثه المغامرات عليهم يجمعوا اكبر عدد من الرموز للتعرف على الكلمه السر اللازمه لفتح صندوق الكنز. سر فر الان انت شخبارك يا سيدي؟ بخير لاباس عليك؟ صحه لاباس؟ امور هانيه؟ الله يبارك فيك. بارك الله. الحمد لله مزيان. الحمد لله. كاين اتكال ولا والو؟ شتك تايق في راسك؟ بدا جيتي شي ساروت انت ولا ما جيتيش؟ جيت نديه. لا ولكن واش جبتيه بعدا الاولي؟ وخلينا من الماضي نشوفوا الحاضر. سيدي راجل جوابك على نابك. شديد مع راسك. وداك الشيء ديال التغذيه ما نفع والو معاك؟ واه نافع. راه وصلت عندك طلعت في الدروج. كما كانت التغذيه نفعتني كما نوصل. وانا غادي نفيدك اكثر. مرحبا. منك بدينا المعلم. شي عندك اوتوماتيكي اوتوماتيكي؟ ويلي لا احنا ساهلين. لا حاشا. واه داك الشيء ديال الحجايه داك الشيء مشى. رانا حاجه اخرى دابا. دابا هنا غادي تخدم غير شويه ديال الذاكره. هنا غادي يشعل الضوء فيه لوينات وهذوك اللوينات غادي يكونوا مستفين. غنخلي لك واحد الوقيت باش تعقل عليهم ومني غيطفى هنا انت ونقمقم غادي تعقلوا على داك اللوينات اللي كانوا هنا وديروهم ليا هنا. تفاهمنا؟ تفاهمين. بنقمقم انت راك فاهم تلهي بلا ما تدي عليه. تفاهمنا؟ شرفي مرحبا. بدينا. شكرا الله. قبل ما تبدا. نعم. قبل ما تبدا. نعم. باش تعقل مزيان. بسم الله 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 جاك الخير. شنو هما هادو؟ لويزا وزبيبة. يلا كل كل بجوج. كل شيء كل كل شيء. بسم الله. يلا جاك الخير. زيدك زيدك زيدك. ذكرتيني بجدة الله يرحمها. يا دابا انا جداك. لا حاشا. لا زيد. بسم الله. عطيه خذ خذ. يلا جاك الخير. وهادشي راه انت اللي قلتي قلتي اللي بغى الذاكرة خصو. احنا غادي نشوفوا هاد الذاكرة دابا. سير المعلم. غادي نخلي لك الوقيت باش تعقل. ها هما شعلهم. عقل مع راسك. صافي. احنا مازال كنعطيوك مازال. سير على الله. دوينا شويه على التغذيه. التغذيه بحال داكشي اللي تدير انت. شحال ما رجعنا للقديم شحال ما مزيان. هاكاك. التغذيه القديمه ديال جدودنا. اييه. ما كاينه بحالها. ايوا حنا غنشوفوا. غنشوفوا جدودك اش غايقولوا دروك. شتك عاد جلستي هكا تدور في داكشي. متأكد ولا باغي تبدل شي حاجة؟ لا صافي. صافي. هادشي اللي عقلت عليه يدك يا. أرانا المعلم هنا شحال؟ مزيان. 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 تبارك الله عليك. دابا غادي نعرف. تبارك الله عليك. أسيدي راك ربحتي تبارك الله عليك وتبارك الله عليك في راسك. إذن اللوز والزبيب مهمين لك. يلاه علينا. هاك أسيدي ها. شكرا. باش ما تقولش أنا جيت ندي الساروت. بلاتي هذا ماشي الساروت هذا راه الرمز. هذا الرمز. ولكن بغيتك تخرج وتقول لهم ها الرمز ماشي داك الشيء ديال لا بلاتي. ها هو هذا وعد. هذا وعد. من وعد وفى. وقول لهم راه ما خديتش السوارت في القناه الاخرين ولكن جبت الرمز. الحكمة جبت الرمز. صافي تبارك الله عليك. ديها غير خليه هذاك ما عندك ما دير به غير خليه. يلا الله يعاونك وتهلا في راسك وكل لوز. سيدي ما حشمتي ما رمشتي ها شوهتيني قدامهم ها وانا ما جابها
ها صافي سير كوز ليه ابو نبيل. نبيل جاب لنا الرمز الاول خمس ساروت بس الرمز. برافو عليك نبيل، والرمز غادي يكون اهم من ساروت في هذه المرحله هذه. برافو عليك نبيل. يلا برافو نبيل، عطاك شي حكمه صايبه. الحكمه ديال الذكاء، ولكن قال لك راه واخا ما جبتش الساروت راه جبت الرمز. برافو، قال لي وصل لهم هذا الميساج. برافو عليك. ما نقدرش فاتي. لاباس عليك. ما لاباس بلاتي. اسمعيني. نبيل عياشي تمكن انه يحصل على الرمز الاول، هذه فرصه عندك باش تحصلي على رمز اخر. انتم جيتوا لهنا لاعبين من اجل الجمعيه باش تجمعوا لهم اكبر قدر ممكن. هاد النقيزه اللي غديري ربما هي اللي غادا تخليك انكم تجمعوا الفلوس وتحلوا ساحه الكنز. بغيت نقول لك بانه كل شيء تيتفرج فيك وكل شيء تيتسنى هاد اللحظه هذه. يلا خذي وقتك، تكونسونطراي. Allez, مجرد ما نعطي الطوب ديالي تقدري تنقزي فوقاش ما بغيتي. صافي، خذي وقتك والقرار تيرجع لك. يلا ثلاثة جوج ويلا واحد طوب. لا بلاتي لا 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 نو بليز نو لا لا ما يمكنش وليت فيها الخلعه ما نقدرش. تحدي صعيب بزاف. نو جاريف با جي بير. نديرها ولا لا؟ عيطي قلبي كيضرب ورجلي كيترعدو وجلو في وبا. انا متاكد انك غديها. على ود هذوك الوليدات. ما تنسيش ليا غير الكود. J'arrive pas. Ah, j'ai le cœur qui bat. Là, 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 là. Vas-y, tire les bras. وفكري في الجمعيه وغديريها ان شاء الله. يلا فاتي وصلتي تما ما كاينش ترجعي للور. فكري بحال هكا ما كاينش ترجعي. كوراج فاتي باي اريفي باي اريفي باي اريفي فوالا باي اريفي. فاتي فكري في الوقت، راه الوقت كيمشي. يا رب يلا علي فاتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. فوالا برافو. مرحبا مرحبا. شتينا خربتي خربتي فاتي. نساي نساي صافي. شوفي بوبلي ما تشوفيش حوايج خايبه، ما تشوفيش حوايج خايبه. نساي حيد القيد من مخك. صافي 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 سي بون ما بقاش الوقت للاسف. يلا تفيق علي فاتي. معليش فاتي ما قدرتش تجيب لنا الرمز الثاني، ولكن دارت مجهود وحاولت حاولت انها تلاح، حاولت شحال من مره، ولكن يمكن الخوف ولا شي حاجه هي اللي ما خلاهاش. يلا فاتي درتي اللي عليك. شوف والله في في الدخان ما بقاش رجليا كيترعدوا. ما قدرتش. شوف هذا هو جزيره الكنز. ان المغامرات صعاب بزاف ومعليش الا ما درتيهاش. المهم عندنا بعدا رمز واحد باقي، عندنا الحظ في اننا ناخذوا رمز ثاني باش نتعرفوا على كلمه السر. تتسويت نمشيو. عجبني الدخان بزاف. تيت سويت على سلامتكم. ام درا فاتي جمالي. فاتي وقع عليها بانيكات شويه وما قدرتش ما نقزاتش.
ما قدرتش الصراحة ماشي سهلة وتحدي صعيب والواحد ما تيعرف الطاقة والقدرة ديالو إلا فاش تيوقف تما بالضبط. دونك فاتي دارت جهدها حاولت أنها تنقز ولكن ما قدرتش. برافو عليها كيف ما كان الحال. حنا في آخر تحدي عندكم باش تجمعوا الرمز الثاني اللي غيسهل عليكم بزاف الحوايج إلا بغيتوا تعرفوا على الكلمة السر واللي غيشارك في التحدي هذا هو عادل أبا تراب. عادل تفضل معايا ما عندكش مشكل مع حنا وداك الشيء ولا ها عادل عندك اسمعني شوف هي عندكم رمز واحد فكر في حاجه واحده الجمعيه اللي لاعبين من اجلها. هذا الرمز الثاني غيعاونكم بزاف باش تلقاو كلمه السر يعني بالاخر ما خصكش تزقلها. هاد لي كود غتلقاهم في قلب الحناش مكتوبين خصك تزقل بالحنش شوف الكود وتقولوا ليهم قلبوا هما غيديروه باش ياخذوا الرمز. ثلاثة، جوج، واحد، توب. على عادي نشوفوا عادي نتبعوا من هنا من الاكران نشوفوا بسم الله عادي هذا مشكل مهم واخا خويا يا بسم الله غير بشوية حبيبي بشوية بشوية هذا ما كاينش قلب جهة أخرى سير قلب جهة أخرى اش غنحل المزورة الله يك حلو عادل الا بقيتي بحال هكا راه ما غنديو لا كود لا والو حاول تزرب بلاتي واحد المزوره عندهم دي بواني في الخضر بلاتي غير نشوف هادو بعدا اللي حدايا عادل ها حل البوانيات بجوج تبقى وحده دورهم جبد لي داك الحال واخا خويا واخا جر هذيك الزريعه كلها صرا عندك اش غادي نجر الزريعه شي منها الله وي كنقلب على جوا منزل انا كنقلب على جوا منزل انا اللي جيت انا شوف ابا شوف عادل شوف البطونات الحمرين اللي فاس معاه بلاتي شوف هذا الحمرين عادل هذا اللي من ديالك اليسار ديالك هادو واخا اخبارك تقلبهم انا كنقلب بحالش ورا كنشوف اصاحبي رجع قلب حبيبي نتايا رجع حبيبي بسم الله ايه هوب تنكيت ما غنضرك قلب لي ظهرو الله يرضي عليك وياه قلب لي ظهرو راه كرشو ماشي ظهرو راه ظهرو ضب من كرشو سير سعدو بعدا هذاك غيكون فيه سيغمون لان ما كاينش في الاخر ما كنلقيناش فوالا عادل 23 في الاول بوان 23 بوان دراري يلا بقى لينا واحد 23 بوان بوان بقى لينا واحد يلا 23 بوان بوان شوف هذاك الكبير اللي معلق تما هذا انفصلك راه زيد القدام هذا عادل ضربني وجهي زيد القدام الطجره يا بسم الله اللي فوق المجرى هادو كادو غير رجالي لا ضاعوا قلب اخرى قلب الاخر فهموني هذاك راه فيه بان ليا فيه شي واحد هذا ما فيهش قلبوا مزيان ما بغيتش نعفط عليهم كيبقاو فيا بان ليا فيه سخفت هذا قلبته لتحت من المجرى راه باقي في الصندوق لتحت هذا شدك فوالا شدك في هذيك فوالا جبد جبد وليتي عيساوي لا راه واحد جا ليا الدراري قال لك ومعنا شاف اللعبة شوف للأسف ما بقاش الوقت ما لأن عادل ما كملش داك الشيء في الوقت المناسب تعطل شوية لأن الخوف يمكن ما عاونوش بزاف معليش ماشي سهلة نبيل عياشي قول يا خويا تقدر أنت دير التحدي؟ 29 ما لا صعيب شوية تصفيقات على عادل أبو تراب شباب غادي نمشيو دابا لساحه الكنز برافو عادل غادي نمشيو لساحه الكنز للاسف يلا عندنا رمز واحد راك عارفين ما كافيش باش نتعرفوا على كلمه السر ضروري خص رمز واحد اخر نمشيو لساحه الكنز دابا ونتعرفوا على هادشي كامل جيت سويت يلا وصلنا الان للمرحله النهائيه في جزيره الكنز انطلاقا من الرموز المحصل عليها يجب على المشاركين التعرف على الكلمة السر فتح الكنز وجمع أكبر عدد من القطع النقدية في وقت محدد قلت
التحق بين الفريق كامل. حنا الان امام ساحه الكنز. تفضلوا احمد عادل وفاتي جمالي كتلتحق بينا دابا. الفريق هذا صراحه فاجئني اليوم، فاجئني لانه كان قد المسؤوليه ودار جميع التحديات وكان فعلا مآمن بالفكره ديال انه هادشي كامل على قبل الجمعيه. فاتي جمالي دازت واحد تجربه يمكن تبقى دائما تفكرها في حياتها، هي انك كنتي غديري واحد تغلبي على واحد لافوبيا كانت عندك ولكن ما قدرتيش. بغيت الاحساس ديالك. لا صعيب بزاف حيت كنحس الدم كيجري بزاف، لي بالبيتاسيون الدوخه، ما قدرتش. شفتي ساليت بقيت شحال ديال الوقت غير باش نقدر نوقف على رجلي. برافو عليك. كيف ما كان الحال وصلتوا امام الكنز، عندكم رمز واحد. بصح القضيه صعيبه شويه ولكن حتى حاجه مستحيله. مجرد ما غادي نعطي انطلاقه غادي تصبحوا في سباق ضد الزمن، غتحلوا الرمز، تحاولوا تعرفوا على كلمه السر. الا ما عرفتوهاش خصكم تضحيوا بواحد فيكم باش تزيدوا تعرفوا. ولكن قبل غادي نطلب من فيليندرا دخلي النموله. عادي لا بالتراب عرفتي دابا غتدخل الساحه وانت مطمئن. لا مخير دابا قلبك مطمئن. الكنز قدامكم وغادي نبداو دابا. هذه هي المرحله اللي لاعبين عليها الوقت كامل. ثلاثه وجدوا راسكم مزيان. واحد توب. يلا حلو حلو دغيا دغيا سي نبيل دغيا 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 عافاك دغيا. برافو. عطينا الكلمه الاولى شنو هي؟ شوف نقرن الكلمه الاولى عافاك. شرايين شرايين شرايين. جبتني جبتني جبتني. لا 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 اجي 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 نو. انا بغيت نكتب واحد القضيه بان الوقت عندنا محدود، يعني الا تعطلنا راه ما غاديش نقدروا اننا نتعرفوا على كل شيء. حل ثاني عافاك. شرايين بيت بيت باش ندخلوا دغيا باش ما نضيعوش الوقت. يلا شنو كاين؟ القلب يلا تفضلوا. انت يا القا لام البا. تبارك الله عليكم. شنو هرب بيناتكم؟ تبارك الله عليك. سير معاهم سير معاهم عاونوا مع باك. انا لا لا فاتي فوالا لام والباء. يلا غادي نطلب منكم باش تشوفوا في اتجاه الكنز. تفضلوا فيليندرا حل الكنز. فاتي كلشي حاول يجري. برافو. ويدير الماكسيموم باش نجمعوا اكثر عدد ديال الفلوس. يلا برافو عليك. هذيك هذيك درهم برافو عليك زبيل. برافو عليك سير حبل درهم درهم عمل حبل حبل عمر. يلا فاتي يلا فاتي فاتي يلا اجري اجري فاتي برافو. نادية نادية برافو 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 سير. يلا نادية ما عندي ما يسالك. برافو برافو دراري جري. ملي تسمعوا دقه الجرس حتى واحد ما يبقى لداخل. الله واه سينو غيتسد عليكم الباب. الله يعطيك الصحه. يلا انا فاتي ناديه. يلا 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 الله يرضى عليك يا نبيل. مزيان يا نبيل مزيان. لا قدرتي تمشي وترجع دغيا. يلا نبيل يلا الريجيم اللي قلت لك. برافو نبيل معلم يا نبيل سير. برافو نبيل برافو فاتي انا فاتي انا بابا. برافو بابا جوج درجات. يلا بدر يلا بدر جوج درجات فاتي وانا بابا. يلا 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 تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. فاتي تفضلوا معنا تفضلوا هنايا تهزوا من الارض. يلا تفضلوا معنا هنا. تبارك الله عليكم. برافو عليكم برافو عليكم برافو عليكم تبارك الله عليكم. كافي حين مقاتلين هادو. ها نبيل العياشي خدمتي تشربوا. تبارك الله عليكم نبيل العياشي احمد عادل ابا تراب ناديه وفاتي جمالي. بدلتوا اقصى ما عندكم. انا ضحيت وسكت. عادل ابا تراب بعدا قبل ما نهضروا على الكلمه اللي لقيتو الكلمه السر انا بغيت نعرف شنو اللي خلاك انت بالذات تضحي براسك. عليا.
حيت هما اللي خفاف. لا انت حسبتيها بحال هكا بيان سي، حسبت اللهم السرعه ولا غادي تحسبها بالثقل. نعم اللهم انت ثقيل شويه وما كيجريو اكثر مني احسن مني، دونك اللهم نضحي تجيب لك الماء دغيا تلقاها. برافو عليك، مزيان هاد التضحيه هادي كتبان ايضا في المشاركه ديالكم في جزيره الكنز، طبعا من اجل احدى الجمعيات اللي هي جمعيات لاكريش دو طونجي. لاكريش دو طونجي، تبارك الله عليكم. المجهود كامل ديالكم اليوم غادي تترجم في المبلغ المالي اللي جمعتو، والمبلغ باش نتعرفوا عليه غادي نطلب من تيت سويت باش غادي نشوفوا شحال جمعتو. حصيصة هادي. هذا هو المبلغ ديالكم اللي جمعتو، هذا هو الخلاصة ديال هذا النهار كامل، ديال هاد التحديات كاملين اللي درتو، ديال هاد المغامرات كاملين اللي خديتو، هو هذا. غادي نشوفوا كاملين شحال جمعتو من اجل جمعيات لا كريش دو طونجي، والعدد او الرقم المالي غادي تبان لهي. نتمنوا يكون شي رقم كبير. الله الله. برافو، تبارك الله عليكم. 63100 درهم. تبارك الله عليكم. هذه الأبا تراب قلتي كنتو كتمناو تفوتوا غير 50000 درهم، دابا 63100 درهم، شنو احساسكم؟ بويسكو جبنا اكثر الا ما غادي نعاونوهم اكثر والحمد لله. برافو، تبارك الله عليكم، وانا فخور بكم، وكنبغي نشكر ايضا المشاهدين اللي تبعوا معنا الحلقه ديال اليوم، وكنشكر الاوفياء ديال هذا البرنامج. وكنبغي نقول لكم اللي بغى يشوف الكواليس او الطرائف ديال هذا البرنامج ما عليكم الا تدخلوا الصفحه ديال الفيسبوك او السيت ويب اللي كتشوفوا قدامكم. وموعدنا ان شاء الله كيتجدد امتى؟ الحلقه الجايه مع نجوم جداد ومغامرات وتحديات جداد وجمعيه واحده اخرى. مشاهدينا ما بقى لنا الا نقول لكم بالسلامه عليكم. باي باي. باي باي. السلام عليكم.